رسول الله قاله للإمام أمير المؤمنين يوم أرسله إلى اليمن. أهل اليمن كانوا كفار، كانوا مجوس، كانوا الرسول أرسل عليا إلى اليمن ليهديهم إلى الحق. فقال الرسول لعلي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. الشمس على شنو تشرق؟ على البحار، على البساتين، على الغابات، على البيوت، على الثروات، كل شيء في الدائرة الأرضية الشمس تشرق على كل هذه الأمور. لو أن عليا يهدي إنسانا واحدا خير له عند الله مما أشرقت عليه الشمس. خير له يعني شنو؟ يعني الله يعطي هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي للذين يهدون الناس أكثر من كل شيء في الأرض، مو بس في الأرض، ما أشرقت عليه الشمس. لأن الشمس ما تشرق على أرضنا وحدها، وإنما تشرق على الكواكب الأخرى أيضا. هؤلاء يهتمون بالكتب، هذا كلش خوش منه. نحن نحتاج إلى شيء ثاني وهو بالصدد كلام، وهو أنه الغربيون هذول في الحقيقة كثير منهم طيبون وما عندهم تعصب، والدليل على أنه ما عندهم تعصب نشاهد أن هؤلاء جاءوا إلى الشرق وأخذوا من الشرق دين المسيح. مسيح وشرق كما هو المشهور من بيت لحم، أخذوا دين المسيح الشرقي ودوا دين المسيح إلى بلادهم. هذا هو على المشهور عند المسيحيين، لكن في أحاديثنا محل ولادة المسيح في كربلاء في حرم الحسين. فمسيح على كل حال إما في بيت اللحم وإما في حرم الحسين، والظاهر أنه في حرم الحسين أقرب، لأنه في بيت اللحم ما كنا خير. والله في القرآن يقول: وهزي إليك بجذع النخلة. نخلة ما كنا أصلا لا في فلسطين لا في الأردن لا في لبنان لا في سوريا، ما كنا نخل، وإنما النخل في العراق. وعلى كل حال الغربيون جاءوا وأخذوا دين المسيح وذهبوا بدين المسيح إلى بلادهم. الآن هم مسيحيون كما تعلمون على الأغلب. فنحن لو اهتممنا أن نعرف الغربيين دين رسول الإسلام، مع العلم أن دين المسيح دين خولت، يعني خلطوه بأشياء زادة وناقصة، بينما دين النبي الإسلام القرآن باقي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دينه كامل. هذا يحتاج إلى أنه نحن الإخوان اللي يهتمون طبع الكتب الإسلامية، القرآن الكريم، نهج البلاغة، صحيفة السجادية، الكتب الإسلامية الأخرى، يطبعوا بلغاتهم، يعني بلغات الغربيين، يعني لغة إنجليزية، لغة فرنسية، لغة ألمانية، لغة نرويجية، لغة دنماركية، لغة سعودية، بهذه اللغات نطبعها بهذه اللغات ونرسلها إلى بلادهم. كثير منهم يسلمون، كثير منهم يسلمون. أكو فرد واحد واتيكان اسمه البابا،
هذا الرجل قبل مدة أمر بأن يطبع إنجيل المسيح بلغات إفريقية وينشر في إفريقيا، فطبعوا إنجيل بألف لغة، يعني ألف لغة إفريقية فقط، وأرسلوا إلى لغاتهم. لهذا كثير منهم ليصيرون مسيحيين، بينما هم قبل المسيحية كانوا وثنيين يعبدون الصنم. احنا ما سوينا هذا الشيء بالنسبة للقرآن وبالنسبة لدين المسلمين. ان شاء الله لازم اهتمام زايد من الاصدقاء الاخوان والاخوات، لان اخواتهم لهم حظ في هذا الشيء، فلازم ان شاء الله تعالى يعملون هذا الشيء بان يطبعوا الكتب الاسلامية باللغات الغربية ويرسلوا الكتب الى تلك البلاد، واذا صار واحد منهم مسلم او اهتدى او عن انحرافاته استقام، هذا كل ثوابه لهذا الانسان اللي سمع هذا الصنيع، ويكون مصداقا لقول الرسول: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما اشرقت عليه الشمس. الكتاب له تأثير كبير. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم لم يكن في مكة إلا 10 أفراد فقط يعرفون القراءة والكتابة، 10 فقط. الرسول في ذلك اليوم يقول: إذا مات ابن آدم وخلف ولدا صالحا أو صدقة جارية أو كتب علم ينتفع بها في ذلك اليوم، يقول الرسول مو هذا اليوم اللي مكاتب وكتب بكثرة، في ذلك اليوم مثلا كتب ما كانت، مكتبات ما كانت، مطبع ما كانت، ورق ما كانت، كل شيء ما كانت أبدا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن 3: ولد صالح يدعو له، كتب علم ينتفع بها، وصدقة جارية كمسجد، مدرسة حسينية، مكتبة، الأشياء المعروفة بعد. اهتموا لهذا الشيء إن شاء الله اهتماما بطبع الكتب باللغات الأجنبية ونشرها في بلادهم، لأن الغربيين غالبا يظنون أن المسلمين حكمهم حكم صدام، يشوفون صدام كأنه مثال للإسلام للمسلمين، وهذا مو صحيح واقع، يعني ما يعرفون الإسلام شنو، فيتصورون أن صدام أو ما أشبه هم المسلمون الحقيقيون، ولهذا هم ضد المسلمين، بينما نحن إذا طبعنا الكتب ونشرناها بلغتهم في تلك البلاد يؤثر تأثيرا جدا كبيرا في التغيير، حتى يعرفون إسلام حقيقي، إسلام مو إسلام صدام وشبه صدام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وينفقنا جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.